السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من القلب، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكعادتنا في مستهل كل لقاء نرحب بضيفي البرنامج الدائم بشيخنا الحبيب أبي محمد عثمان بن محمد الخميس، فحياكم الله شيخنا. يا مرحبا بك. بارك الله فيكم. يا حياكم الله. أحبتي في الله، نحن على موعد في هذه الليلة مع موضوع يعد من أهم المواضيع، وفيه حقيقة أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثيرين سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. شبهات تثار، تشكيك يثار من قبل أعداء الإسلام في هذا الموضوع، يجدون لهم متنفسا للطعن في هذا الدين العظيم وفي هذا الكتاب الخالد. الحرية بين الضوابط الشرعية والأهواء البشرية هو موضوعنا في هذا اللقاء. إذا نتكلم عن الحرية، الحرية لا شك أنها مطلب للجميع، الجميع يطلب الحرية، والإنسان لا يستطيع أن يعيش دون حرية، بل حتى الطائر، الطائر لو وضع في قفص سبحان الله تجده يعني متأثر، ربما ينقطع صفيره، تشعر فيه شيء من الحزن، بينما إذا أطلق لجناحيه كما يقال العنان وأطلق أسره من هذا القفص تجده كيف يتراقص على الغصن ويبدأ في تغريداته، كل ذلك يعني طلبا وفرحا بهذه الحرية. هل الحرية ضوابط؟ هل الإسلام قنن هذه الحرية؟ ما هو الجواب عن الشبهات التي تثار على الإسلام وتحديدا في موضوع الحرية؟ كل ذلك وأكثر من ذلك بإذن الله عز وجل سيطرح في هذا اللقاء على بساط البحث وفي حديث من القلب مع شيخنا الحبيب عثمان بن محمد الخميس. شيخنا نرحب فيك مرة أخرى. يا مرحبا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يأجرك على هذه الجهود في نفع الأمة وفي نفع الإسلام والمسلمين. شيخنا لو بدأتم بارك الله فيكم يعني بإطالة سريعا أهمية الحرية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الحرية كما تفضلت أخي أبو محمد، وهي أنها يعني مطلب كل إنسان، بل كما ذكرت أيضا حتى الحيوان يريد أن يكون حرا، ولكن الإشكالية في مفهوم الحرية عندي، مفهوم الحرية عندك، مفهوم الحرية عنده، مفهوم الحرية عندها، ما هو مفهوم هذه الحرية؟ هذه هي الإشكالية أتصور. وإلا لا أحد يعني يمنع الحرية أو لا يريد الحرية، نحن نريد أن تنضبط هذه الحرية. يعني هناك حرية وهناك انفلات، جميل، ولا بد أن نفرق بين هذا وهذا. كما أن هناك شجاع وهناك تهور، وهناك كرم وهناك إسراف. طيب، جميل. فالقصد أن التوسط في كل الأشياء حسن، ومن أعظم هذه الأشياء الحرية. والإسلام والله الحمد والمنة الذي من الله تبارك وتعالى به علينا، يعني مع هذه الحرية وضد استعباد الناس. يعني شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيء كيف انتقش. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعيب على هؤلاء، ولما كان يرسل الرسل صلوات ربي وسلامه عليه لدعوة الناس إلى الإسلام يقول: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماء حرية سبحانه وتعالى. نعم، جئنا لنخرجهم من العبودية إلى الحرية. الله أكبر. ومقولة عمر التي لا تخفى عليكم، وهي المقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فمفهوم الحرية هي مطلب يتمناه كل أحد، ولكن تبقى القضية في ما هي الحرية التي تريدها أنت أو أنا أو هو أو هي. هذه هي القضية. وإلا أصل في الحرية لا أحد
يعني يأباها ولا أحد يعني يستغني عنها حقيقة. نعم شيخنا الحبيب، إذن ال- 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 يبقى هنا السؤال الذي حقيقة ربما يدخلنا مباشرة لصب الموضوع، هل الإسلام أعطى المسلم الحرية أم الإسلام هو عبارة عن قيود وشرائع وتكاليف تقيد هذه الحرية؟ نقول قبل هذا، قبل المسلم، خلينا نتكلم عن الإنسان. جميل. هل الإسلام أعطى الإنسان الحرية قبل أن نتكلم عن المسلم بصفة خاصة؟ نعم. طيب، الله تبارك وتعالى قال لا إكراه في الدين. الله سبحانه وتعالى قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله تبارك وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول وهديناه النجدين. قل أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أعطى الحرية لكل أحد وقال اختر ما شئت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن انظر، انتبه، من يكفر أعددت له نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله تبارك وتعالى قال أيها الإنسان لا إكراه في الدين، اختر ما شئت. تريد أن تكون مسلما، يهوديا، نصرانيا، بوذيا، هندوسيا، اختر ما شئت، لكن اعلم أن خلفك جنة ونارا. الله أكبر. وأني خلقتك لتعبدني. نعم. فإن أبيت أن تعبدني فستعبد غيري. صحيح. شوف، ما في حر. شوف سبحان الله، كل من لم يعبد الله عبد غيره. الله أكبر. كل من لم يعبد الله عبد غيره، هذا على الإطلاق. الإطلاق. نعم. حتى الذي لا يعبد شيئا، شوف الناس عبدت الشجر والقمر. نعم. والحجر. نعم. والفأر. والبقرة. والفرج. والشيطان. يعني ما تركوا شيئا ما عبدوا، كل شيء عبد تقريبا. نعم. طيب، حتى إنك لو ذهبت إلى بعض البلاد كالهند مثلا تجد فيه آلاف الديانات وآلاف المعبودات، إن لم نقل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. والناس هناك يعني أشكال ورناق، نتكلم عن بلد، ما بالك باقي البلاد، شو ماذا يعبدون وكيف يعبدون. عابد. حتى الملاحدة الذين يقول لا نعبد شيئا، الله سبحانه يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه عبدوا أهواءهم واتبعوها وقال لا ماذا تريدين. فكل من أبى أن يعبد الله عبد غيره. الإنسان في فطرته مخلوق أنه عبد وهو راضي، وهو راضي مهما تجبر وتكبر على عبادة الله، رضي أن يعبد غير الله. لا إله إلا الله. ترك من يستحق العبادة أن يعبد وهو الله سبحانه وتعالى، وانتقل إلى غيره ممن لا يستحق. نعم. فعبد غير الله تبارك وتعالى. فالقصد الذي أريد أن الإسلام لم يجبر أحدا على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، الرشد طريقه واضح والغي طريقه واضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن احذر، يا من تكفر هناك نار. نعم. افرح واسعد، يا من تؤمن هناك جنة. أرسل الرسل، أنزل الكتب، بيّن الهدى. نعم. هديناه السبيل. الله أكبر. بيّن له الطريق، هديناه النجدين. نعم. وضح كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال والأمر إليكم بعد ذلك. نعم. فإذا اختار الإنسان طريق الخير والحق والصواب وعبد الله تبارك وتعالى، نال ما عند الله. وإن كفر لا قضية محمد. نعم. الإسلام لا يستجدي الأتباع. الله أكبر. لا يستجدي. جميل الكلمة هذه. الله سبحانه وتعالى غني. سبحانه. الله سبحانه وتعالى كان يمكنه جل وعلا أن يجعل جميع الناس مؤمنين. صحيح. صحيح ولا لا؟ نعم. نعم يستطيع سبحانه وتعالى. ألم يجعل الملائكة كلهم مؤمنين؟ بلى. لا يعصون الله ما أمرهم. بلى. ويفعلون ما يؤمرون. نعم. ولو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة. صحيح. مؤمنة بالله تبارك وتعالى. لا يعجزه سبحانه. ولكنه لم يرد. لحكمة ذلك، لحكمة عنده سبحانه وتعالى.
فالإسلام لا يريد أتباعا مغصوبين، بل أعظم من ذلك محمد. سبحان الأمر عجيب جدا حقيقة في دين الله تبارك وتعالى. شوف الآن الكافر ماذا يفعل؟ الكافر يكفر بالله، يعبد غيره سبحانه وتعالى، يؤذي المسلمين، يعاند، يعمل من أعمال الكفار، كفر به. طيب هذا يعاقب عند الله تبارك وتعالى. تصور ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى، يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من النار أشد من الكفار. ما يريد أتباع لا يريدون هذا الدين، ما في غصب. يعني ما هو المنافق؟ من هو المنافق؟ يظهر الإسلام وبطن الكفر. الذي يظهر الإسلام. نعم. لو كان الإسلام يستجدي الأتباع لا كان يقول تعالوا، يشجع على النفاق. صحيح 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 عشاء. لكنه أبدا قال لا أريدك أن تنافق. نعم. لا تدخل في ديني إلا مقتنعا. الله أكبر. تريد الدين أدخل فيه عن قناعة، ما تريد الدين ابتعد عنه. لا نريد منافقين، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل. كأنه يقال له كن كافرا وإياك أن تكون منافقا. نعم. يعني كأنه يقول الكافر عندي أهون من المنافق، وكلاهما في النار لا شك. طيب. نعم. فالقصد إذن أن هذا الدين العظيم دين الله تبارك وتعالى، يعني لما أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يعبدوه سبحانه وتعالى. ومن حقه ذلك. نعم. أبو محمد الآن أنا لما تكون أنت موظف عندي بالشركة، مجرد موظف بالشركة، أعطيك راتبا فقط، ما لي فضل عليك إلا الراتب. طيب. ومقابل الراتب أنت تعمل عندي. تصور أنت أبو محمد، أنا ما أدري تسمح لي أضرب المثال، أخذ راحتك شيخنا. تصور أنت الآن موظف عندي، يا أبو محمد سوي لي هالمعاملة هذه. آسف أبو محمد، داوم الساعة 7، أبي أجي 10. أبو محمد لا تطلع قبل الوحدة، أبي أطلع 11. عرفت شلون؟ تمام. أبو محمد عامل الناس زين، عندنا زباين عاملهم زين، والله عاملهم مثل ما أنا مشتهي. واضح؟ نعم. يا أبو محمد سكر الخزينة إذا طلعت، بخليها مشرعة كيفي.